شكرا سيد المسجل، مساء الخير للحضور الكرام. سعيد أن أكون قاسم هذه المنصة رفقة ثلة من الأساتذة والباحثين لندلي بآرائنا وقراءاتنا حول أعمال زميلنا الأستاذ محمد بوطه. أود في البداية قبل أن أنطلق إلى العرض أن أؤكد الكلمة الختامية للكاتب فيما يتعلق بعلاقته بالكتابة، ولا سيما في المجموعة القصصية شوارع البواني. بعد قراءتي للعمل قراءة متمعنة اكتشفت أن هذا الكتاب يعكس شخصية الكاتب في أبعادها الثلاثة: محمد بوطاهر الأستاذ، محمد بوطاهر الكاتب المبدع، ثم محمد بوطاهر المناظر. إذن المعذرة على هذا العطب التقني، أواصل. آثرت في هذه المداخلة أن أقف عند قضايا وإشكالات حاول الكاتب أن يثيرها بطريقة إبداعية خاصة، ولأن قضايا المجموعة القصصية بالضبط شوارع البواح كثيرة ومتعددة، والتزاما بالوقت المخصص للمداخلة فسأحاول أن أقف عند بعض هذه القضايا. القضية الأولى التي افتتح بها الكاتب مجموعته القصصية هي قضية المبدئية والانتهازية في الحركة النضالية. تثير القصة الأولى ضمن المجموعة القصصية المبدئية في الحياة عموما وفي النضال على وجه الخصوص بوصفها قيمة نادرة في مقابل الانتهازية التي أصبحت قيمة بديلة لنيل المكاسب ولو على حساب الآخرين، ولذلك تتصارع القيمتان المجسدتان في شخصيات القصة، ويحاول الكاتب أن يبرز فداحة الانتهازية ويؤكد أنه لا مفر من التحلي بالمبدئية. يقول: تملكه العجب العجاب في أن يرقى مثل هذا الكسول الماهر. طبعا هذا الموظف الذي حصل على ترقية بطرق ملتوية بعيدا عن المبدئية وعن النظام. ثم القضية الثانية هي قضية الكفاءة المهنية والمهنية وإشكال القيم. لا شك أن الكفاءة شرط الشروط في ممارسة أي مهنة أو عمل، ويعد انتفاء الكفاءة مدعاة للتقصير وربما للشذوذ المهني، وهذا ما رصده السارد من خلال شخصية للا زكية. الأسماء في مجموعة شوارع البواح تستفز فضول القارئ بأبعادها الرمزية. سنجد أن للا زكية الاسم لا يطابق المسمى، وهذا يدخل في باب التعريض. للا زكية الطبيبة المزورة التي خلفت ضحايا بسبب ممارستها الشاذة في غفلة من الجميع إلا قلم السارق. يقول الكاتب: فهي منذ أن تولت هذه المهمة اغتصبت بأصابعها العشرات من الحوامل، بل وأمعنت في التلذذ بهن دون أن يفطن إلى شذوذها أحد. صفحة 18. طبعا هذه الممارسة استنكرها السارد ولم يجد بدا من كشفها وإظهارها بطريقة إبداعية وفتح أعين القراء على زوايا خفية تحتاج إلى حملة تنظيف قيمية كبيرة. القضية الثالثة هي قضية حرية التعبير. تعد هذه القضية من القضايا الشائكة التي أثارها الكاتب،
حيث تبين من خلال إحدى قصص المجموعة أن هذه الحرية لا تكون دائماً بالمعنى المتداول، بل ربما كانت سبباً في معاناة الإنسان. نقرأ في المجموعة: جاء الحكم النهائي، 7 سنين عجاف يقضيها الأستاذ رشيد مع ظله في سجن الشرف جراء تطاوله على رئيس الجماعة واصفاً إياه بصاحبي بين قوسين الكرش المتدلية. صفحة 42. عبارة واحدة كانت كافية إذن لتجعل صاحبها يتجرع آلام السجن بل وبمفرده. ثم القضية الرابعة هي قضية الهوية والانفتاح. أثار الكاتب قضية الحفاظ على الهوية المغربية ومقوماتها الأصيلة، وذلك من خلال رصده صراع الأصوات وشخصيات القصة: نجلاء رمز التشبت بالهوية، وصافية رمز التمرد والانسلاخ. ففي الوقت الذي ذابت فيه صفية في ثقافة الآخر وتجردت من ثقافتها المغربية، إذن قلت ففي الوقت الذي ذابت فيه صافية في ثقافة الآخر، لاحظ صافية هذا الاسم الرمزي سنجده ينسلخ ثم يذوب في ثقافة الآخر، نجد النجلاء تنكر عليها ذلك وتذكرها بأصلها المغرب. تقول في إحدى المجموعات، نقرأ: المغرب لن ينسى أبدا يا صوفي، أنسيتي هو أصلنا معا. صفحة 54. وعلى الرغم من اعتراف صافية بصدق كلام نجلاء، إلا أن إغراءات الواقع الجديد التي لا تقاوم في نظرها يحول دون التمسك بهويتها وثقافتها. تقول: نعم أعرف ذلك، لكن لهذه البقاع نشوتها يا ناجي، اذهبي لتستريحي على الطابق. صفحة 55. هكذا حاولت صافية أن تنفلت من حرارة السؤال وتفر بنفسها من ثقل ذاكرتها ومن كيانها ووجدانها حفاظا على نشوتها المتوهمة. وبذلك فتحت أمام نجلاء وأمام القارئ المجال للتهويل. هنا نستشف عمق الإشكال وتعقد العلاقة الجدلية بين الماضي والحاضر في حياة الإنسان. وينتهي الجدال والصراع بين نجلاء وصافية بشكل مأساوي، حيث انهزمت نجلاء الذاكرة أمام إغراءات الواقع الجديد. نقرأ: في الحفلة المقامة بمنزل صافية، حاولت نجلاء الامتناع عن الحلول في الأجواء الماجنة، لكن سرعان ما تفتقت شهوتها فذابت بين ذراعي علي. صفحة 53. وبعد هذا الحدث الأليم اختفت نجلاء رمز الذاكرة وتركت وراءها العديد من الأسئلة. القضية الخامسة هي قضية مونديال قطر الأخير والوجه الخفي لهذه التظاهرة الرياضية. تابع الكل مونديال قطر الكروي واسترعى انتباه المتابعين لحظات الافتتاح الاستثنائية، وتداولت مختلف المنابر الإعلامية الحدث وما تخلله من قيم ومبادئ من صميم الدين الإسلامي، وروجت صورة خاصة عن البلد المنظم وحضارته وقيمه، غير أن الكاتب حاول أن يكشف عن الوجه الخفي لمونديال قطر، الحياة الماجنة في قصة نجلاء وصافية وثقافة الخواء والاستلام القيمي. القضية الأخيرة هي علاقة اللغة بالتواصل. إذا كانت اللغة خاصية بشرية وهي من أرقى الأنظمة الرمزية للتواصل بين الناس، فإنها لا تحقق دائماً التواصل، وهذا ما حاول أن يثيره الكاتب من خلال قصة البواب مع الأستاذة. فقد أدت عبارة لغوية وحيدة إلى توتر العلاقة والتصارم بين الشخصيتين. نقرأ: سألها البواب إذا كانت تحتاج إلى تدفئة. صفحة 61. طبعاً سياق ليالي الشتاء البارد. فعلى الرغم من أن نية قصد البواب البسيط هو توفير حطب التدفئة للأستاذة لدرب قساوة البرد، إلا أن خيال الأستاذة العازبة المثقفة بمعلومات مهمة ذهب أبعد من ذلك،
وكان ردها قاسيا دفع البواب ليعيد ترتيب أفكاره وينتبه إلى لغته، ولكن بعد جهد جهيد. يقول الكاتب على لسان البواب: يا إلهي، كيف أبين لها أني لا أقصد غير حرارة الحطب وجذوة النار، وليس نقط حطب، وترك المجال للقهر. أمام هذا المشهد المحرج لم يتمالك السارد نفسه، مع حضور الكاتب والسارد في أحداث القصة، ولذلك ومن حيث يعي أو لا يعي يعلن تعاطفه مع البواب. نقرأ: في مثل هذه المواقف الصعبة لا يحتاج المرء إلى كثير من الحجج والبراهين، الحق كل الحق أنه لم يخطئ ولم تكن له نية قبلية في قول ما فهمته الأستاذة المحترمة. صحة 64. إذن أقف عند هذا الحد ونجدد الشكر للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.